أولاً أنا فخورة جداً أنه مؤسسة مركز الحسين للسرطان أصبحت الجوهرة الطبية للعالم العربي. ومثل ما بتعرف بعالم السرطان أهم شيء بالأول العلاج، فوقت ما كان يعني أول أولوية كانت أنه نركز على العلاج للمريض، وقت ما شعرنا أنه وصل العلاج لنفس المستوى مثل المعايير العالمية حولنا انتباهنا أكثر للأبحاث العلمية. أنا مش رح أقول أنه نحن بأكبر تقدم بالنسبة للأبحاث العلمية، ولكن بدأنا الأبحاث مهمة جدا. عنا تجارب مع أهم مستشفيات بالعالم لعلاج السرطان مثل مستشفى ام دي اندرسون بهيوستن تكساس، مثل مستشفى سين جود للأطفال، وهذا كمان بيسمح لنا أنه نتقدم. ولكن أهم شيء أنه نحن نصير نركز أكثر على البحث العلمي العربي من جهتنا نحن. ومشان هيك المركز آخر 5 سنين صار عنده فوق 290 منشورة علمية. هيدا كتير كتير مهم، لأنه قد ما نقدر نتكل على العالم الخارجي أهم بكتير أنه نقدر نحن نعمل البحث، لأنه نحن الجينات تبينت أنه غير بيننا وبين الغرب، وأنه كل واحد عنده ردة فعل غير بيننا وبين الغرب. ففي كتير إشياء اللي عم نوصلها بالبحث العلمي عن العالم العربي وعن المريض العربي منهم مش نفس الشيء أبداً، ما بيتطبق للمريض الغربي.